في ذلك العهد كنت في نحو 11 من عمري، أذن لي أن أسافر لإقامة قصيرة في الريف في شهر تموز يوليو عند أحد الأقرباء في قرية يملكها. كان قد اجتمع في القرية 50 مدعوا من المدعوين، الجو مرح صاخب، وكأن الاحتفال لا يريد أن ينتهي أبدا، وكأن المضيف كان قد آل على نفسه أن يبدد بأقصى سرعة ثروته الواسعة، وقد نجح أخيرا في البر بيمينه فبدد أمواله حتى آخر قرش. إن موسكو قريبة، وهؤلاء زوار جدد يصلون في كل لحظة، فالذاهبون يحل محلهم القادمون، والاحتفال لا ينفك يعظم، المتع تتلاحق والألعاب لا تنتهي، فتارة هي جولات على صهوات الخيل في البرية، وتارة هي رحلات إلى الغابات وإلى النهر، أو مآدب غداء في الحقول، أو ولائم عشاء على الشرفة الواسعة من المنزل الإقطاعي العريق، وهي شرفة تحف بها 3 صفوف من نوادر الأزهار تعطر بشذاها طراوة الليل، والإضاءة الساطعة المتلألئة تسكب على سيداتنا الجميلات مزيدا من السحر والفتنة، فوجوههن منتعشة وأعينهن ملتمعة وأحاديثهن مرحة وضحكاتهن رنانة كصوت أجراس صغيرة، وثمة موسيقى ورقص وأغان، فإذا تلبدت السماء بالغيوم أخذوا يلعبون ألعابا شتى، فمن لوحات حية إلى إلقاء الأحاجي إلى تبادل الأمثال، وقد شكلوا فرقا مسرحية، فكان عدة مدعوين يمثلون الدور الأول في المسرحيات، وطبيعي أن النمائم والأقاويل كانت تجري في مجراها، فلولاها لقلت البهجة في هذا المجتمع ولتعطل انطلاقه ولمات من الضجر ألوف الأشخاص. ولكنني وأنا في 11 من عمري لم أكن أدرك ذلك، لأن ذهني كان ينصرف إلى غير هذا، وإنما أتيح لي فيما بعد أن أتذكر بعض الأمور. كان المظهر المتلألئ للوحة يستطيع وحده أن يخطف بصري، بصر الطفل، وكانت هذه الحركة الحية الشاملة، وهذا اللألاء، وهذا الصخب الجديدان اللذان لا عهد لي بهما من قبل، كان كل ذلك يبلغ من إدهاشي وإذهالي في الأيام الأولى أنني كنت مصعوقا مبهوتا حتى لكأن رأسي مقلوب. أعود فأقول إنني كنت في 11 من عمري، ولا شك أنني لم أكن إلا طفلا، لم أكن أكثر من طفل، وكانت هاته السيدات الجميلات لا يخطر ببالهن أن يسألن عن سني وهن يداعبنني ويلاعبنني، ولكن الأمر الغريب أنني منذ تلك السن كانت تجتاحني عاطفة لا تعليل لها في نظري. كان شيء مجهول لا عهد لي بمثله يمس قلبي ويحرقه ويحمله على الخفقان خوفا ويلهب خدي بحمرة مباغتة، وكان يحرجني بل يهدني هدا ما كنت أتمتع به من ميزات يتمتع بها الأطفال. وكنت في بعض الأحيان أعتزل المجتمع بتأثير حزن مبرح يتملكني على حين فجأة، محاولا بذلك أن أسترد أنفاسي وأن أتذكر شيئا لا أدري ما هو، شيئا أكون قد ظننت أنني فهمته ثم إذا بي أنساه فجأة، ولكنه لا غنى عنه لحياتي ووجودي. وكنت أحس بأنني أخفي شيئا لا أستطيع أن أكاشف به أحدا، لأنني أشعر منه بالخجل والعار إلى حد ذرف الدموع، ولم ألبث أن شعرت بعزلتي ووحدتي وسط هذا الإعصار الذي يحيط بي. وكان ثمة أطفال آخرون، ولكنهم جميعا أصغر مني كثيرا أو أكبر مني كثيرا، على أنني لم أكن أحفل بذلك كثيرا،
وطبيعي أنه لم يقع لي شيء في هذا الظرف الذي كنت أتمتع فيه بميزات خاصة. كنت في نظر جميع هاته السيدات طفلاً يحببن أن يلامسنه ملاعبات كما تلامس عروس من عرائس الأطفال. وكانت واحدة منهن خاصة، وهي شقراء لذيذة ذات شعر رائع لم أرى له نظيرا منذ ذلك الحين. يبدو أنها آلت على نفسها ألا تدعني وشأني مطمئن البال. كان واضحا أن الضحكات التي كانت تثيرها حولنا تصرفاتها الغريبة التي تشبه تصرفات تلميذة في المدرسة تحدث لها أكبر متعة، وكان هذا يبعث في نفس الحيرة والاضطراب. كانت جميلة جمالا رائعا باهرا، ولم تكن تشبه في شيء تلك الشقراوات الصغيرات اللواتي يتصفن بالحياء والخفر والرهافة كبيضاوات الفئران أو كبنات الرعاة. إنها أميل قليلا إلى الامتلاء، وليست بالطويلة كثيرا، ولكن قسمات وجهها الدقيقة كانت أخاذة فاتنة. إن في هذا الوجه لسطوعا يخطف البصر، حتى لكأنها كلها لهب سريع خفيف. فعيناها الواسعتان تومضان كالبرق وتلتمعان التماع ألماس. اللهم إني لا أبادل هاتين العينين الزرقاوين بعينين سوداوين من عيون حسناوات الأندلس. إن شقراء هذه لتساوي حقا تلك السمراء الجميلة الشهيرة التي تغنى بها في شعر رائع شاعر كبير أقسم أنه مستعد أن يموت إذا سمح له أن يلمس بطرف إصبعه خمار حسنائه. أضف إلى ذلك أن حسنائي أنا كانت بين حسنوات العالم بأسره أشدهن مرحا وأكثرهن ضحكا رغم انقضاء 5 سنين على زواجها. كانت البسمة لا تبارح شفتيها النضرتين، كأنها كم من أكمام الورد الأرجواني العطر التي لم تكد تتفتح عند أول شعاع سقط عليها من أشعة الشمس، والتي لا تزال تخضلها أنداء الصباح. أتذكر أنهم أقاموا حفلة تمثيلية غداة وصولي. كانت القاعة ملأة ولم يكن هناك مكان واحد خال، فاضطررت أن ألبث واقفا لأنني جئت متأخرا. وإذ أغرتني التمثيلية المسلية فقد تقدمت متسللا إلى الصفوف الأولى، إلى أن تجمدت في مكان مستندا إلى مقعد كانت تشغله إحدى السيدات. إنها شقراء التي لم أكن قد عرفتها بعد، وها هو ذا بصري يتلبث مصادفة على كتفيها المدورين الرائعين الفاتنين البضين كأنهما رغوة الزبد. والحق أن هذا المنظر لم يهزني أكثر مما هزني منظر قبعة ذات أشرطة حمراء كانت تغطي الشعر الأبيض من رأس سيدة محترمة جالسة في الصف الأول، وإلى جانب الشقراء كانت تجلس آنسة مسنة. هي فيما لاحظته بعد ذلك واحدة من تلك العوانس تساير ركب النساء الشابات الجميلات اللواتي يحيط بهن الشبان. فلما لاحظت هذه العانس نظرتي مالت على أذن جارتها ودمدمت لها ببضع كلمات ضاحكة، فالتفتت الشقراء فإذا بشعلة من نار ترميني بها عيناها في هذا الجو الذي يشبه الظلام. وإذا أنا أنتفض من الدهشة مذعورا كمن أصابه حرق. ابتسمت الحسناء وسألتني وهي تلقي علي نظرة ماكرة: هل يعجبك التمثيل؟ نعم. بذلك أجبتها وأنا أتفرس فيها مبهوتا، ولاح عليها أن ذلك سرها. قالت: ولكن لماذا تبقى واقفا؟ لسوف يتعبك الوقوف، أليس لك مكان؟ كلا، فالمقاعد كلها مشغولة. قلت لها وأنا أهتم بنفسي في هذه المرة أكثر من اهتمامي بعينيها الساطعتين، وقد أفرحني حقا
أن أجد آخر الأمر قلبا طيبا يذهب عني الملل. تعال إلى هنا واجلس على ركبتي. قال ذلك بسرعة، وكان واضحا أنها تخضع لأية فكرة مجنونة تنبجس في رأسها الطائش. فقلت متحيرا ذاهل اللب: على ركبتيك؟ سبق أن ذكرت للقارئ أن الامتيازات التي كنت أتمتع بها قد أخذت تهينني وأخذت توقظ في نفسي وساوس. وأضيف الآن إلى ذلك أن هذا الامتياز الجديد الصادر عنها استخفافا واستهزاء قد تجاوز جميع الحدود. ثم إنني وأنا الصبي الخجول الكثير الحياء قد أصبحت الآن شديد الخشية من النساء، لذلك بلغ اضطرابي أقصى. نعم على ركبتي، لم لا؟ كذلك ألحت تقول وهي تنفجر ضحكة مقهقها لا يدري إلا الله لماذا، لعلها قد سرها اكتشافها كما سرها اضطراب الشديد الذي حاولت أن تثيره. أحمر وجهي وأنا أجيل طرفي محاولا أن أهرب، ولكنها سبقتني فأمسكت يدي لتمنعني من الهروب، وجذبتني إليها وأخذت تشد على يدي بأصابعها الصغيرة الفارهة التي لا ترحم، فكدت أصرخ من الألم، ولكنني كظمت صرختي مصعرا وجهي تصعيرات لا شك أنها كانت مضحكة كثيرا. وقد أحزنني كل الحزن، بل أرهبني أن أرى سيدة تبلغ من الغرابة والخبث ما يجعلها تقول أقوالا حمقاء للصبية الصغار وتقرصهم على مرأى من الناس دون أي داع إلى ذلك. ولا شك أن هيئتي قد عبرت عن فرط حيرتي واضطرابي، ذلك أن هذه الشيطانة كانت تضحك أمام أنفي مقهقها، وقد هزها فرح شديد لنجاحها في إدخال الاضطراب والارتباك إلى قلب صبي مسكين. أصبحت في حالة يرثى لها من الكرب واليأس، ذلك أن جميع الناس قد التفتوا إلينا ضاحكين، فكنت أحترق شعورا بالخجل والعار، وكانت تستبسل في عقف أصابعي لتحملني على الصراخ، ولكنني لحرصي على تفادي جرصة لا مخرج لي منها كنت قد قررت أن أتحمل الألم كإسبرطي. واشتدت بي الحمية في آخر الأمر حتى بلغت أقصى حدودها، فأخذت أجاهد محاولا سحب يدي، ولكن خصمي كان أقوى مني، فلما أصبحت لا أطيق أن أحتمل الألم مزيدا من الاحتمال صرخت. وكانت هي لا تنتظر إلا هذا، فلم تلبث أن تركت يدي وتحولت عني كأن شيئا لم يكن. مثلها كمثل التلميذ الذي كان يلطم بقدمه رفيقا له أضعف منه من وراء ظهر المعلم، فما إن هرع المعلم نحو مصدر الضجة كالعقاب حتى تحول المعتدي عن ضحيته ساخرا واصطنع هيئة من لم يفعل شيئا وعاد إلى كتابه مستغرقا فيه. ومن حسن الحظ أن انتباه الجمهور كان مشدودا في تلك اللحظة إلى صاحب الدار الذي كان يمثل الدور الرئيسي في مسرحية هزلية من تأليف سكريب، وكان الجمهور يصفق للممثل، فانتهزت أنا هذه الفرصة وتسللت إلى خارج الصف واعتصمت وراء عمود في الطرف الآخر من القاعة أرمي الحسناء الماكرة بنظرات مروعة كانت لا تزال تضحك مغطية فمها بمنديلها باحثة عني بنظرها. لا شك أنها كانت نادمة على أن معركتنا المفاجئة المجنونة قد انتهت بسرعة، ولا شك أنها أخذت تفكر منذ ذلك الحين بأمازيح جديدة. هكذا تعارفنا، وأصبحت منذ ذلك المساء لا تدعني وشأني لحظة، بل تظل تلاحقني وتعذبني. وكانت أمازيحها تقوم على محاولة إحراجي وإدخال الاضطراب في نفسي بإعلان شغفها بي وجنونها تولها بحبي. وكنت أنا صبيا متوحشا حقا، فكان يؤلمني ذلك أشد الإيلام ويدفعني إلى البكاء، حتى لقد أوشكت مرارا أن أتماسك بالأيدي مع صاحبة القاسية المعجبة بي الهائمة بغرامي، ويبدو أن اضطرابي كان يشجعها على الإمعان في مناكدتي
لا تأخذها برحمة، وكنت لا أعرف كيف أهرب منها. وكانت الضحكات التي تثيرها حولنا تشحذ قريحتها، فهي لا تنفك تبتكر المزيد من أنواع الجنون، على أن الناس أخذوا يلاحظون أن أمازيحها قد أصبحت مسرفة، والواقع أن في إمكان المرء أن يقول إنها كانت تسمح لنفسها بالإفراط في هذه الأمازيح مع صبي مثلي، غير أن طبعها كان كذلك. لقد خلق منها زوجها طفلة مدللة حقا. كان زوجها هذا رجلا قصيرا شديد السمنة شديد الحمرة، غنيا كثير الأعمال دائم الحركة، لا يطيق أن يستقر في مكان، فهو يذهب إلى موسكو كل يوم لأعمال، وربما ذهب في اليوم الواحد مرتين. إنه لا يصعب على المرء أن يجد وجها كوجه هذا الرجل، بشاشة جذلة وطيبة مضحكة، على شرف واستقامة دائما. وكان حبه لامرأته يجعله من الضعف بحيث يشفق عليه المرء حين يراه. كان يحبها حب العابد معبوده، وكان لا يضايقها في شيء. إن لها طائفة من الأصدقاء والصواحب، إذ إن الذين لا يحبونها قلة، فلم يكن طيشها يدفعها إلى التشدد في اختيار صداقاتها، رغم أنها في حقيقة الأمر أكثر استقامة ورصانة مما قد يتراءى للمرء بعد الذي ذكرته عنها. وكان بين صاحباتها امرأة شابة كانت تؤثرها حسناؤنا بالحب على غيرها، وهي تمت إليها بقربة بعيدة، وكانت هذه المرأة الشابة موجودة معنا أيضا. إن رابطة مرهفة رقيقة العاطفة كانت تجمع بين هاتين المرأتين، رابطة يجدها المرء أحيانا بين طبعين متعارضين تعارضا واضحا، أحدهما أقل صرامة ونقاء من الآخر، فهو يخضع للثاني خضوعا ذليلا، ويعترف بتفوقه عليه، ويمتلئ قلبه صداقة له. فمن جهة أولى ترى عاطفة رحبة الصدر متسامحة إلى أبعد الحدود، ومن جهة أخرى نرى عاطفة يمازجها احترام يمضي إلى حد الخوف من فقدان الاعتبار في نظر الشخص الذي يحظى بالإعجاب، كما تمازجها رغبة قوية في النفاذ، مزيجا من النفاذ إلى الصميم في قلب هذا الشخص. والصديقتان في عمر واحد، ولكن جمال الأولى يختلف عن جمال الثانية كل الاختلاف. إن في جمال السيدة ميم شيئا خاصا يميزها عن جمهرة حسان النساء، إن قسمات وجهها تجذب إليها القلوب جذبا لا سبيل إلى مقاومته، وتوقظ في نفس كل إنسان نوعا من الاهتمام بها والاحترام لها. إن هناك وجوها وهبت لها الطبيعة هذه النعمة، يحس المرء حين يجالسها بأنه قد ارتفع على ذاته، فهي توقظ في النفس شعورا بالحرية والعذوبة. ومع ذلك فإن عينيها الواسعتين الممتلئتين نارا وقوة حزينتان، وإن نظرتها نظرة خجلة قلقة، حتى لكأنها في خوف دائم من وقوع خطر أو نزول مصيبة. إن هذا الخوف الغريب يسكب على وجهها الهادئ هدوء عذراء إيطاليا، ويضفي عليه أسى وكآبة يبلغان من القوة أن الحزن يتسرب إلى نفس من ينظر إليها ويتأملها. إن الجمال الكامل الطاهر في هذا الوجه الشاحب الناحل يوحي بصورة الطفولة التي لا تزال قريبة جدا، يوحي بها واضحة كل الوضوح، كما يوحي بطمأنينة هادئة وثقة كبيرة، وربما بسعادة بريئة. وإن بسمتها المترددة تجذبك إليها جذبا رفيقا، وتدافع عنها وترفع قدرها ولو رأيتها من بعد. ولكن هذه الفتاة الفاتنة كانت تبدو صموتا مغلقة،
رغم أن من المستحيل على المرء أن يجد إنساناً أكثر منها تجاوباً مع آلام الآخرين وأكثر منها انتباهاً إلى عذاب الناس. إن في هذا العالم نساء يعشن حياة راهبات من راهبات المحبة والإحسان، فمن كان يتألم استطاع أن يقبل عليهن جريئاً بغير تردد، فائض القلب أبداً لا يخفي عنهن شيئاً ولا يخشى أن يضقن ذرعاً بإقباله عليهن، وقلما يعرف الناس كنوز الحب الصابر والشفقة والغفران التي تنطوي عليها قلوب أمثال هاته النسوة الطاهرة النقية الجريحة، هي نفسها في كثير من الأحيان لأنها كلما أمعنت حباً أمعنت ألماً على إخفائها عذابها عن عيون الناس. إن الألم العميق يصمت ويتخفى، وإن أمثال هذه المخلوقات لا تأذن لنفسها أن تشمئز أو أن تنفر من الشر مهما يكن بشعاً ومهما يبلغ من العفونة. إن من يقاربهن يجد لديهن عوناً وسنداً، وكأنهن على كل حال إنما خلقن للحب البطولي. كانت السيدة ميم فارعة القامة مرنة الجسم ممشوقة القد، وكانت حركاتها بطيئة متسقة بل فخمة تارة ومنطلقة حية عنيفة كحركات الأطفال تارة أخرى، على كونها متواضعة خجلة حتى لكأنها عزلاء دون أن يبدو مع ذلك أنها تطلب حماية أو تسأل نجدة. سبق أن قلت إن المناكدات الظالمة التي كانت تعاملني بها الشقراء الماكرة توقعني في كثير من الضيق والحرج والانزعاج وتجرحني أعمق الجرح. وكان لهذا سبب آخر، سبب خفي غريب كنت أحرص على كتمانه حرص البخيل على ماله، سبب كان مجرد التفكير فيه يجعلني ألهث قلقا وخوفا في ركن قاتم لا تتسلل إليه النظرة الفاحصة أو الساخرة التي تلاحقني بها امرأة وغدة زرقاء العينين حين أخلو إلى نفسي مضطرب الرأس قلق البال. لقد كنت عاشقا. لكم أن تقولوا إن هذا مستحيل، ولكنني أسألكم، لماذا إذن كان هناك وجه وحيد بين جميع الوجوه التي تحيط بي يلفت انتباهي؟ ولماذا كنت وأنا الصبي الذي لا يسعى كثيرا إلى صحبة النساء أتابع ذلك الوجه ببصري دون انقطاع، أتابعه وحده دون سواه؟ ولقد كان يحدث في المساء خاصة حين تحبسنا رداءة الجو في غرفنا، فأعتصم عاطلا في ركن من القاعة، وإذ لم يكن أحد باستثناء مضطهدتي يكلمني إلا نادرا، فلقد كنت أشعر بضجر رهيب. كنت أثناء ذلك أدرس الوجوه وأصغي إلى الأحاديث التي لم أكن أفهم منها كلمة واحدة في كثير من الأحيان، ففي تلك اللحظات كانت النظرات العذبة والابتسامة الحلوة والجمال الفتان في السيدة ميم، فهي التي عشقتها، تسحر انتباه المفتون لا يدري إلا الله لماذا، وتحدث في نفسي أثرا غريبا لذيذا لا يمحى. كنت لا أستطيع أن أحول نظري عنها ساعات برمتها، فعرفت جميع حركاتها وسكناتها وجميع اهتزازات صوتها الفضي المحجب قليلا مع ذلك. والشيء الغريب إن هذه الملاحظات كانت تبعث في نفسي قدرا غريبا من حب الاستطلاع، فكأنني أمضي وراء سر أحاول اكتشافه. وكانت السخريات تؤلمني أكثر ما يكون الألم، وتهينني أشد ما تكون الإهانة إذا شهدتها السيدة ميم. فإذا اتفق أن انطلقت قهقهات الجمع ضحكة مني فشاركت فيها السيدة ميم على غير إرادة منها، هربت من عدوة الظالمة المستبدة وأنا في ذروة الكرب والكمد، ومضيت أقضي بقية السهرة معتزلا منفردا متوحشا لا أجرؤ أن أعود إلى الظهور في القاعة.
على أنني كنت لا أفهم أنا نفسي بعد شيئا من هذا الخجل والانفعال الذي أعانيه، فقد كانت هذه العواطف جميعها تجري تحت سطح الشعور من نفسي، ولم أكن بعد قد تخاطبت بكلمتين مع السيدة ميم، وذلك من قلة جرأتي. ولكن في ذات مساء بعد نهار كان ثقيل الوطأة على نفسي، تخلفت عن الموكب أثناء النزهة، ثم تسللت أسير في الحديقة، وقد أخذ التعب مني كل ما أخذ. وفيما كنت أمشي في طريق معزول تحف به الأشجار، لمحت السيدة ميم جالسة على مقعد، كان رأسها مائلا على صدرها وتشد منديلها بحركات آلية على غير شعور منها، وكانت غارقة في تأملاتها، فلم تسمع وقع خطواتي. فلما لمحتني نهضت عن المقعد بسرعة قوية وحولت وجهها، فرأيت أنها كانت تبكي، ثم ابتسمت لي بعد أن جففت دموعها، وسرنا معا نحو البيت. لا أتذكر الموضوع الذي دار عليه حديثنا، ولكنني أعلم أنها كانت ترسلني مرة بعد مرة متعللة بألف حجة وحجة، فهي تارة تسألني أن أقطف لها وردة، وتارة تطلب مني أن أمضي لأرى من ذا الذي يعدو على صهوة الجواد في طريق الأشجار المجاور، وكانت متى ابتعدت عنها تقرب منديلها من عينيها، لأن دموعها المتمردة التي تنحبس في قلبها كانت تغرق عينيها البائستين. كان واضحا أن صحبتي لها تثقل على نفسها، لقد أدركت أنني شهدت ألمها، ولكنها لم تكن قادرة على السيطرة على نفسها، وقد غضبت من نفسي أشد الغضب، ولعنت خراقتي وقلة تبصري، وعبثا حاولت أن أبتعد عنها دون أن يدل هذا الابتعاد على أنني قد رأيت دموعها، فكنت أسير إلى جانبها مرتبكا أشد الارتباك، حزينا لا أجد ما أقوله لها. لقد هزني هذا اللقاء، فظللت ألاحظ المرأة الشابة طوال السهرة مبالغا في الاستطلاع والتلصص، لا أحول عنها بصري لحظة من اللحظات، وقد أدركت هي ذلك فابتسمت لي، وكانت تلك الابتسامة هي الوحيدة التي افتر فمها عنها في ذلك المساء. كان الحزن لا يبارح وجهها الذي أصبح الآن شاحبا شديد الشحوب، وكانت تتحدث مع سيدة طاعنة في السن، هي عجوز خبيثة الطبع حادة المزاج، لم يكن أحد يحبها، ولكن كان جميع الناس يخشونها بسبب هوسها في التجسس على الجميع، وبسبب لسانها الذي لا ينقطع عن تلفيق الأقاويل والنمائم، فهم مضطرون جميعا إلى مداراتها ومراعاتها شاءوا أم أبوا. في نحو الساعة العاشرة من المساء ظهر السيد ميم، فلاحظت كيف ارتجفت السيدة ميم حين ظهور زوجها هذا الظهور الذي لم يكن في الحسبان، وازداد شحوبها حتى صار أشد بياضا من بياض منديلها، ولاحظ آخرون غيري هذا أيضا، وسمعت إلى جانبي شذرة من حديث أفهمني أن الأمور لا تجري كلها على ما تحب السيدة ميم المسكينة. قالوا إن زوجها غيور عليها، وأن غيرته هذه ليس مبعثها الحب بل الغرور، إنه قبل كل شيء رجل أوروبي، رجل عصري محشو الرأس بأفكار جديدة يباهي بها ويدل بها على الناس، وهو طويل القامة قوي البنية أسود الشعر، له لحيتان صغيرتان على الخدين، يعبر وجهه الدموي عن الاكتفاء بالنفس، وأسنانه بيضاء كالسكر، وحركاته ومشيته ومظهره تنطبق كلها على ما يتميز به من يوصف بأنه جنتلمان كامل. وكان يقال عنه إنه رجل ذكي، فبهذه الصفة إنما يوصف في بعض الأوساط نوع من البشر يسمنون على حساب الآخرين ولا يقومون بعمل البتة، بل يقضون أوقاتهم في فراغ ولهو،
ويملكون في مكان القلب قطعة من شحم. إن هؤلاء الناس يؤكدون أن مصائب معقدة غاية التعقيد قد أضنت عبقريتهم، وهم يبذلون هذه الجملة المنتفخة التي أصبحت من طول الاستعمال ومن فرط ما يعمد إليها أصحابنا السمان هؤلاء تباهراً بنبل العواطف، فيبذلونها لكل قادم جديد كأنها كلمة سر. ولأن هؤلاء السخفاء لا يجدون عملاً يقومون به ولا يبحثون من جهة أخرى عن عمل يقومون به، فإنهم يريدون أن يوهموا الناس بأن قلوبهم تنطوي على أشياء عميقة جدا. والحق أن أمهر الجراحين وأبرعهم ما كان لهم أن يعرفوا هذه الأشياء العميقة على وجه الدقة. إن أمثال هؤلاء الناس يستعملون جميع ما أوتوا من غرائز ليستخفوا بالآخرين وليسخروا منهم، فأحكامهم عمياء وصلفهم مفرط لا حدود له. إنهم لا يزيدون على رصد أخطاء من حولهم ومراقبة ما فيهم من جوانب الضعف، وإذا كانت طيبتهم لا تفوق طيبة محارة من محار الماء، فإن معاشرتهم للآخرين يحكمها الحذر ويسيطر عليها حب التروي والتبصر، وهم بذلك فخورون. وإنهم لاقتناعهم بأن البشر كافة باستثنائهم أناس حمقى يستطيعون هم عند الحاجة أن يعصروهم كما تعصر برتقالة أو إسفنجة، فإنهم يحسبون أنفسهم سادة العالم ويحسبون العالم مرهونا بهم متوقفا عليهم. وإنهم يعتبرون هذا الوضع ثمرة ما يملكون من ذكاء وما يتصفون به من خلق قوي وإرادة صلبة وطبع فذ، وهم في صلفهم هذا الذي لا حدود له لا يسلمون بأن لهم عيوبا أو أخطاء. إنهم يشبهون أولئك الأوغاد أمثال تاراتوف أو فالستاف الذين ينتهون إلى الاقتناع من فرط ما خادعوا ومكروا وغشوا بأن من حقهم أن يظهروا مختالين، ثم هم من فرط ما أقنعوا الآخرين بذلك أصبحوا يعتقدون مخلصين بأنهم أناس شرفاء مستقيمون. إنهم لا يملكون الوسائل الضرورية لامتحان ضميرهم امتحانا صادقا كريما، ولنقد أنفسهم بأنفسهم نقدا نزيها نبيلا. إن جلودهم أسمك وأغلظ من أن تتقبل مثل هذا الامتحان أو مثل هذا النقد. إن شخصيتهم الفذة وذاتهم المتفوقة هما في نظرهم أشبه بإله العمونيين مولوك أو إله الفينيقيين جعل، فما وجدت الطبيعة العظيمة ولا وجد الكون كله إلا ليكون مرآة خلقت ليستطيع الإله الصغير أن يرى نفسه فيها فيعجب بها. وهذا يمنعهم من أن يروا كل ما ليس عداهم، وذلك هو السبب في أنهم يرون جميع الأشياء من جانبها الكريه البغيض. إن هؤلاء الناس يملكون لكل مناسبة من المناسبات جملة مهيئة جاهزة، وهي عدا ذلك على الموضة، وتلك عندهم قمة البراعة، ويكونون قد أسهموا هم في خلقها ناشرين في جميع المفارق مزاعم لا تقوم على أساس من الصحة، لكنهم يقدرون أنها ستصيب نجاحا ورواجا. فهم أناس ينسبون إلى أنفسهم هذه الجمل فيوهمون أنهم صانعوها، ويكثرون خاصة من التعبيرات التي تفصح عن محبة عميقة للبشر، والتعريفات التي تحدد العطف على الإنسان تحديدا يتصف بالتعقل والحكمة، ويكثرون من إدانة الاندفاع الرومانسي أي إدانة الجمال والحق في كثير من الأحيان. الحق والجمال اللذين تساوي ذرة منهما من القيمة أكثر مما تساوي أشخاصهم الرخوة الرخصة كلها. أما البحث عن الحقيقة فإنهم يجهلونه كل الجهل، وهم يصدون عن كل ما يتطور وينضج،
كذلك عاش الرجل السمين حياته بطرا لا جهد يبذله، جاهلا ما يقاسيه الإنسان من عناء في كل عمل يقوم به. لذلك ويل ثم ويل لك إذا أنت هاجمت عواطفه، فإنه لن يغفر لك ذنبك أبدا، وسيحمل لك الحقد مدى الحياة، وسيشعر بأكبر المتع حين ينتقم منك. الخلاصة أن بطلنا لم يكن أكثر من كيس ضخم منفوخ محشو جملا جاهزة وصيغا مهيئة وعناوين من جميع الأنواع، على أن السيد ميم كان يمتاز بخاصة تثير الالتفات، فهو رجل حاضر النكتة بارع الحديث، وهو قصاص يتحلق حوله الناس في الصالونات، ولقد كان في ذلك المساء مبتهجا مرحا مسرورا بلا سبب ظاهر، وإذ ظفر بتركيز انتباه الناس حوله فقد سيطر على الحديث. ولكذلك السيدة ميم، فقد كان يبدو عليها من الألم والحزن ما جعلني أتوقع أن تختلج على أهدابها الطويلة دموع، فكان ذلك كله يحزنني أشد الحزن كما سبق أن قلت. وقد انصرفت حائرا طائش اللب، ووافاني في الليل كابوس مزعج إذا حلمت بالسيد ميم. وفي صباح الغد نديت إلى التمرن على اللوحات الحية التي كنت أشارك فيها بدور صغير، وكان موعد عرض اللوحات الحية وتمثيل المسرحية وإقامة الحفلة الراقصة بعد بضعة أيام في عيد ميلاد الابنة الصغرى لصاحب الدار، وكان ينتظر أن يأتي ما يقرب من 100 شخص من موسكو والقرى المجاورة لحضور هذا العيد الذي ارتجل ارتجالا تقريبا. ومن أجل ذلك كان المنزل مليئا بالحركة والصخب، وكان علينا أن نقوم بعمل كثير. إن التمرن على المشاهد بملابس التمثيل قد حدد موعده ساعة مبكرة من الصباح، لأن المخرج وهو الرسام الشهير راء صديق صاحب الدار وضيفه، كان بعد أن أخذ على عاتقه لصداقته بصاحب الدار أن يؤلف اللوحات الحية وأن يخرجها وأن يمرننا كذلك عليها، كان عليه أن يسرع إلى المدينة لشراء بعض الأشياء الضرورية للحفلة، فلم يكن ثمة وقت يجوز أن يضيع، وكانت اللوحة التي علي أن أمثل فيها مع السيدة ميم مشهدا من القرون الوسطى عنوانه ربة القصر وخادمها الغلام. فلما اجتمعت بالسيدة ميم شعرت باضطراب عميق، كنت على يقين أنها قارئة في عيني الخواطر والشكوك والتخمينات التي قامت في ذهني البارحة، وكنت أخشى عدا ذلك أن أكون قد قارفت خطيئة إذ فاجأت دموعها وألمها، فكنت أقول لنفسي إنها ستنظر إلي نظرة شزراء حتما لأنني اطلعت على سرها من حيث أرادت أن تخفيه، ولكن كل شيء جرى من غير أن ينكدني ولله الحمد. كل ما هنالك أنني ظللت مهملا لا يفطن أحد إلي. لم تكن السيدة ميم مهتمة لا بالتمرين ولا بشخصي، بل كانت ذاهلة وكان يبدو عليها الحزن والتفكير. كان واضحا أن هما كبيرا يملأ جوانب نفسها، فلما فرغنا من التمرين أسرعت أبدل ملابسي، ثم خرجت بعد 10 دقائق إلى الشرفة التي تفضي إلى الحديقة، فإذا أنا أرى السيدة ميم تخرج إلى الشرفة من باب آخر. وفي تلك اللحظة نفسها كان يتقدم نحونا زوجها عائدا من الحديقة بعد أن صحب فيها طائفة من السيدات، ثم عهد بهن إلى فارس مرافق آخر. إن التقاء الزوجين لم يكن في الحسبان فيما يبدو، فما إن رأت السيدة ميم زوجها حتى ظهر عليها أنها ضيقة الذرع بهذا اللقاء، وحتى إنها حركت يدها بإشارة تدل على التململ والأسف. أما زوجها الذي كان يسير قبل ذلك صافرا غير حافل بشيء ملاعبا لحيته، فإنه قد تجهم وعبس وتفرس في زوجته بنظرة فاحصة، ثم سألها وهو ينظر إلى الشمسية والكتاب الذي كان بيدها:
أأنت ذاهبة إلى الحديقة؟ أجابته وقد احمرت قليلا، بل إلى الغابة. وحدك؟ بل معه. كذلك قالت وهي تومئ إلي بصوت متقطع، هو الصوت الذي يصطنعه المرء حين ينطق بكذبته الأولى. كنت منذ برهة هناك أصحب جماعة بكاملها، إنهم يتجمعون في الجناح المزهر ليرافقوا السيد نون، إنه مسافر، هل تعلمين؟ إن مشكلة مزعجة تحمله على السفر إلى أوديسا، وابنة عمك، يقصد الشقراء، تضحك وتبكي في آن واحد، فلا يفهم المرء ما بها. ثم إنها قالت لي، لا أتذكر الآن لأي سبب، أنك قد ثرت عليه ولم تشائي مرافقته، لترهات طبعا. هي مزحة. بذلك أجابته السيدة ميم وهي تهبط درجات الشرفة. وأضاف السيد ميم يقول وقد صعر خده ناظرا إلي من خلال نظارة يحملها بيده، أهذا هو إذن فارسك المخلص الأمين؟ فصمت أقول منزعجا من نظراته ومن سخريته، أنا خادمها الغلام. قلت ذلك وضحكت أمام أنفه، ثم هبطت الدرجات الثلاث بقفزة واحدة. دمدم السيد يقول وهو يبتعد، نزهة سعيدة. ومنذ أومأت إلي السيدة ميم وهي تخاطب زوجها، فقد اقتربت منها بطبيعة الحال كما لو كنت حقا الشخص الذي لا يفارقها، وكما لو كنت قد تعودت هذه النزهات اليومية معها، ولكنني لم أستطع أن أفهم سبب اضطرابها وسبب كذبتها الصغيرة، وقد أصبحت لا أستطيع أن أنظر إليها وجها لوجه. ومع ذلك فقد أخذت أرشقها بنظرات سريعة صغيرة مستطلعة ساذجة، غير أنها لم تكن تحفل لا بنظراتي ولا بتساؤلي الأخرس، كما كان شأنها كذلك أثناء التمرين. إن تعبير وجهها واضطرابها ومشيتها، إن ذلك كله يدل على عذاب تعانيه في أعماق نفسها. كانت تسرع في سيرها وتحث الخطى، وتلتفت نحو الحديقة ترصد ممرات الأشجار ومنافذ الغابة الصغيرة قلقة. وكنت أنا أيضا أتوقع شيئا ما، وفجأة دوت وراءنا أصوات وقع حوافر الخيل، نها جماعة من الفرسان والفارسات يرافقون السيد نون الذي يتركنا فجأة على غير توقع. وكانت بين السيدات تلك السيدة الشابة الشقراء التي أشار السيد ميم منذ قليل إلى دموعها الهاطلة، ولكنها كانت عندئذ تضحك على عادتها كصبية صغيرة وهي تعدو على صهوة حصانها الجميل الأكمت. رفع السيد نون قبعته، ولكن دون أن يتوقف ودون أن يخاطب السيدة ميم بكلمة واحدة، وسرعان ما غاب الركب عن أبصارنا. ونظرت إلى السيدة ميم فكدت أصرخ من فرط الدهشة، لقد كانت متجمدة شاحبة كمنديلها، وكانت تترقرق في عينيها دموع كبار، والتقت نظراتنا مصادفة فأشاحت عني وقد احمر وجهها وظهر عليها الغم والانزعاج. لقد كان وجودي يضايقها، ذلك واضح وضوح الشمس، ولكن كيف عساني أنسحب؟ وفجأة غيرت رأيها ففتحت كتابها وقالت لي دون أن تنظر إلي، أوه لقد أخطأت فحملت المجلد الثاني من الكتاب، فهل لك أن تجئني بالمجلد الأول؟ قالت ذلك متظاهرة بأنها لم تلاحظ هذا إلا في تلك اللحظة. كيف لا أفهم أن دوري قد انتهى؟ لقد كان يستحيل عليها أن تصرفني بخشونة مباشرة، فاحتالت على الأمر بالكتاب. مضيت بالكتاب ثم لم أعد، وظل المجلد الأول ساكنا على المنضدة في ذلك الصباح، ولكنني كنت كروح معذبة، وكان قلبي ينبض ذعرا ورعبا، وحذرت أن أقابل السيدة ميم، ولكنني في مقابل ذلك أخذت أسبر بنهم شديد وجه زوجها الذي يعبر عن الاكتفاء والثقة، كأنني كنت أتوقع أن أجد فيه الآن شيئا خاصا،
لست أفهم شيئا من هذا النهم المضحك إلى الاستطلاع. كل ما أتذكره أن مشاعري في ذلك الصباح قد أسرت نفسي وأغرقتني في دهشة غريبة، والحق أن النهار كان في أوله وقد جاء حافلا بالحوادث بعد ذلك فعلا. تناولوا طعام الغداء في ذلك اليوم مبكرين، ذلك أنهم سيقومون برحلة إلى القرية المجاورة في المساء نجدانا للبهجة في عيد قروي سيحتفل به هناك، وكان علينا أن نهيئ أنفسنا لهذه الرحلة. والحق أنني ظللت أحلم بهذه الرحلة أياما ثلاثة، وكنت أتوقع منها متعا كثيرة ومباهج لا تحصى. واجتمعوا بعد الغداء على الشرفة لاحتساء القهوة، فحرصت على التسلل في أثرهم، واختبأت وراء الصفوف الثلاثة من المقاعد يدفعني إلى ذلك ما كان يجيش في نفسي من حب الاستطلاع. ولكنني لم أرد أن أظهر للسيدة ميم، وشاءت الصدفة أن تضعني بجوار شقراء الرهيبة التي كان جمالها في ذلك المساء يشرق بمزيد من السناء والضياء. كان جمالا فذا. إن هناك أمورا تقع للنساء لا أدري لماذا ولا أدري كيف، ولكنها تقع في بعض الأحيان. كان بيننا في تلك اللحظة قادم جديد يعبد شقراءنا ويلازمها. هو شاب شاحب الوجه فارع القامة، وصل من موسكو كأنما ليحل محل نون، الذي كانت الإشاعات تقول عنه إنه مجنون غراما بشقرائنا. أما هذا السيد فإن العلاقة بينه وبينها كانت كالعلاقة بين بنتكيت وبياتريس في مسرحية شكسبير، ضجة كبيرة في غير طائل. الخلاصة أن حسناءنا كانت في ذلك اليوم مشرقة المزاج منطلقة الأسارير، فأمازيحها رقيقة وهزلها رشيق مملوء ثقة بريئة وجرأة مقبولة، وهي شديدة الاطمئنان إلى إعجاب الناس بها على لطف وذوق في غير صلف. فكان نجاحها نجاحا كبيرا حقا. كان المعجبون بها والمصغون إليها يحيطون بها وقد امتلأت نفوسهم نشوة. وكانت هي في تلك الساعة فاتنة آسرة ساحرة أكثر من أي وقت مضى، فما من كلمة تنطق بها إلا وتتلقف طائرة فتنتقل بين الناس من واحد إلى واحد، وما من دعابة من دعاباتها إلا ويستمتع بها كل فرد من أفراد الحفل، وكأن أحدا من هؤلاء الناس كان لا يتوقع منها كل هذا الذوق المرهف وكل هذا التأنق الساطع وكل هذه البديهة الحاضرة والقريحة الخصبة والفكاهة الحلوة. إن أحسن مزايا هذه المرأة كانت في الحياة الجارية تختفي وراء نزوات شاذة وبدوات طائشة، فما يفطن إلى هذه المزايا أحد أو تظل أمرا مشكوكا فيه مختلفا عليه. لذلك أثار انتصارها في هذا اليوم دمدمة تعبر عن دهشة قوية وإعجاب شديد. ولقد وقع حادث أسهم في نجاحها للدور الذي مثله فيه زوج السيدة ميم، فقد قررت هذه الشيطانة أن تنقض عليه بهجومها لأسباب لا شك أنها كانت تعدها مهمة. فما كان أشد فرحة جمهرة الناس ولا سيما الشباب منهم عند ذاك، أخذت تمطره بوابل من ملح لطيفة وسخريات لاذعة مفحمة معا، تصيب هدفها رأسا ولا تدع للخصم مجالا للهروب منها، كأنها سهام تجهز على الضحية العاجز بإثارة حنقه الشديد وغيظه الفظ. يخيل إلي دون أن أستطيع القطع بذلك أن هذا المشهد لم يرتجل ارتجالا بل هيئ سلفا، وكانت هذه المبارزة الحامية الوطيس قد بدأت أثناء الغداء. وإذا كنت أصف المبارزة بأنها كانت حامية الوطيس فلأن السيد ميم لم يلقي سلاحه ولم يستسلم إلا بعد زمن. لقد استجمع كل ما يملك من حضور البديهة حتى لا يغلب،
وحتى لا يقع فريسة للضحك عليه والهزء به. وقد جرت المعركة وسط قهقهات لا تنقطع تنطلق من حناجر المستمعين والمشاركين، فلم يبقى وضع السيد ميم اليوم على ما كان بالأمس. وحاولت السيدة ميم عدة مرات أن تثني صديقتها الطائشة التي كانت تريد في أغلب الظن، ولا سيما حين جعلت لي دورا في هذه المسخرة، أن تخلع على الزوج الغيور جميع ما عرف عن بارابلو من أصباغ زائفة. لقد حدث هذا فجأة على نحو يثير أشد الضحك. لقد اتفق في تلك اللحظة أن كنت على مرأى من جميع الناس كأنما على قصد، من دون أن أفكر في سوء، ناسيا جميع ما اتخذت من احتياطات أخيرة، فها هي ذي تجعلني على حين بغتة في المحل الأول من معركتها مع الخصم عدوا للسيد ميم أو غريما له، مفتونا بامرأته موله القلب بها، وها هي ذي الشقراء الرهيبة تحلف أنها تملك البراهين على ذلك، وأنها في هذا الصباح نفسه قد رأت في الغابة. لم يتسع الوقت لإنهائها كلامها، فسرعان ما قاطعتها في أحرج لحظة، وكانت هذه اللحظة مقدرة سلفا ومهيئة لأن تكون هي الخاتمة المضحكة أحسن تهيئة هزلية. فإذا بانفجار من ضحك لا يغالب يشب تحية للنكتة، ورغم أن دوري أنا في هذه المزحة لم يكن أبشع دور، فقد بلغت من الاضطراب والاهتياج والذعر أنني وثبت من خلال صفي المقاعد لاهثا من شعوري بالخجل والعار، وتقدمت إلى الأمام وصحت أخاطب جلادة الشقراء بصوت تكسره دموعي ويقطعه استيائي: ألا تستحين تقولين كذبة مشينة كهذه الكذبة جهارا هنا بحضور جميع هاته السيدات وأمام هؤلاء الرجال؟ ما عساهم يقولون؟ تتصرفين تصرف طفلة، أنت الشخص الكبير، أنت المرأة المتزوجة. لم أكن قد أنهيت كلامي بعد حين انطلق التصفيق. لقد أحدث ردي هذا موجة عارمة من الصخب، فإن براءتي وسذاجتي ودموعي وكوني كمن يدافع عن السيدة ميم قد أطلق ضحكا جهنميا. والحق أنني ما زلت إلى الآن حين أتذكر هذه الحادثة تنتابني نوبة من الضحك مجنون. هرعت أخرج متدلي الرأس مسعوقا نفسي مخبئا وجهي، حتى لقد طلبت الطبق الذي كان الخادم داخلا به على القوم فسقط من يديه على الأرض، وأسرعت إلى غرفتي فانتزعت المفتاح من القفل وحبست نفسي داخل الغرفة، وسرعان ما أقبلت طائفة من جميلات النساء تحاصرن غرفتي في تلك اللحظة نفسها. كنت أسمع ضحكاتهن الرنانة وزقزقاتهن التي تشبه زقزقات السنون، وهن يضرعن إلي بصوت واحد أن أفتح لهن الباب، حالفات أنهن لا يردن بي سوءا وأنهن لا يرغبن إلا في إغراقي بالقبل. وكان هنالك تهديد أشد هولا من هذا التهديد، لذلك ظللت معتصما بغرفتي دافنا وجهي في المخدات محترقا من شعوري بالعار، لا أجيب ولا أفتح ولا أحس بشيء ولا أسمع شيئا، كما يمكن أن يكون صبي في الحادية عشرة. ولكن ما العمل الآن؟ إن كل ما حرصت على إخفائه قد انكشف وأزيح عنه الحجاب. لقد غمرت بالعار وتلطخ شرفي إلى الأبد. الحق أنني لم أكن أستطيع أن أحدد على وجه الدقة ما كنت أخشاه وما كنت أود أن أخفيه، غير أن هناك شيئا ما، شيئا لا يعرف ولا يحدد، كنت أخشاه وأرتعش قلقا متى تصورت أن ينكشف. كنت أجهل حتى ذلك الحين هل يجب اعتبار ذلك الشيء حسنا أو سيئا، هل يجب اعتباره مدعاة فخر أو مدعاة خزي، هل يجب اعتباره أمرا محمودا أو أمرا مذموما. وها أنا ذا أكتشف منذ برهة على ألم وعذاب
أن هذا الشيء مضحك ومعيب، وشعرت في الوقت نفسه بغريزتي أن حكما كهذا الحكم خاطئ غير إنساني، ولكنني كنت محطما منهارا، وكان اضطراب كبير يجتاح فكري، وكنت عاجزا على الاعتراض على هذا الحكم القاسي، بل كنت عاجزا عن التفكير أصلا. كل ما هنالك أنني شعرت بقلبي طعينا مقروحا في قسوة، فكنت أسكب دموع العجز. إنني مهتاج النفس، أغلي استياء وغضبا لا عهد لي بمثلهما من قبل، ذلك أن هذا الحادث كان أول حزن كبير أصابني. أقول هذا بغير مبالغة، وكان أول طعنة خطيرة نالتني في حياتي. لقد جرحوا أول عاطفة غامضة بريئة في الطفل الذي كنته، وأساءوا إلى حياء طاهر جدا، واستخفوا ضاحكين بأول شعور عميق بالجمال. وطبيعي أن هؤلاء الهازئين لم يكونوا يعرفون شيئا عن هذه الآلام المبرحة التي قامت في نفسي. ولبثت مستلقيا طريح القلق والكرب الشديد، ينتابني حر وبرد متلاحقان، وكان هنالك سؤالان يبعثان القلق في روحي: ما الذي رأيته؟ ما الذي أمكن أن تراه هذه الشقراء الخبيثة الشريرة في الغابة مما يتصل بي وبالسيدة ميم؟ ثم كيف أستطيع بعد اليوم أن أحتمل نظرة السيدة ميم دون أن أموت خزيا وكمدا؟ وهذه ضوضاء مفاجئة تقوم في فناء المنزل فتوقظني أخيرا من هذه الحالة التي كنت فيها شبه غائب عن شعوري، فنهضت واقتربت من النافذة. إن الفناء كله يعج بالمركبات والخيول والخدم المنهمكين في العمل، كان واضحا أنهم يتهيئون للرحيل، حتى إن بعض الأشخاص كانوا قد امتطوا صهوات الجياد، وكان بعضهم الآخر يركب العربات. فتذكرت فجأة الرحلة التي كانوا قد أزمعوا على القيام بها، فأخذت أبحث بنظري عن حصاني، وقد استبد بي القلق. لم يكن حصاني هناك، إذن فقد نسوني. لم أطق أن أصبر مزيدا من الصبر، فأسرعت أخرج من غرفتي ناسيا عاري واللقاءات الأليمة التي ستقع لي. وكان ينتظرني نبأ رهيب، إن ضيوفا جددا كانوا قد وصلوا فشغلوا جميع الأمكنة وأخذوا جميع الجياد، وكان علي أن أذعن. وقفت على درجات المدخل متألما من هذه المصيبة الجديدة، أنظر حزينا كئيبا إلى موكب العربات المتنوعة الكثيرة، وإلى الفرسان الأنيقين الذين تتواثب من تحتهم الخيول القوية. وكان أحد الفرسان قد تأخر، فهم لا ينتظرون إلا وصوله حتى يبدأ المسير. كان حصانه يقضم لجامه ويضرب الأرض بحوافره ويشب حدة وغيظا، وكان هنالك سائسان يمسكان أزمة الحصان في حذر، وكان جميع الحضور يقفون من الحصان على مسافة. إن حادثا مؤسفا هو الذي يمنعني من الرحيل مع الآخرين، فقد مرض حصانان، أحدهما حصاني، ولم يسئ هذا إلي وحدي، فقد اتضح أن الرجل الشاب الشاحب كان يعوزه حصان هو أيضا، وقد عرض عليه صاحب البيت تفاديا للمشاكل مهرا جموحا غير مروض، وأضاف يقول له إبراء لذمته إن ركوب هذا المهر أمر مستحيل، وأنه كان عليه أن يبيعه منذ زمان طويل بسبب توحش طبعه إذا وجد من يقبل شراءه. فلما سمع الرجل الشاب هذا الكلام أعلن أنه مستعد لركوب أي حصان في سبيل أن يستطيع الاشتراك في الرحلة، وأنه فارس ألف ركوب الخيل. عندئذ لزم رب الدار الصمت، وأظن الآن أنني لمحت على شفتيه عندئذ ابتسامة ملتبسة مليئة بالمكر. وبانتظار هذا الفارس الواثق من نفسه المطمئن إلى حسن ركوبه الخيل، كان صاحب الدار يفرك يديه إحداهما بالأخرى نافذ الصبر، وهو يلقي نظرات في اتجاه الباب، وكأن مشاعره كانت تنتقل إلى خدم الإسطبل الذين كانوا يشعرون
بزهو شديد لأنهم سيعرضون على المشاهدين حصانا قادرا على أن يقتل إنسانا بغير سبب. فكانت أعينهم المحملقة تنظر هي أيضا نحو الباب الذي سيظهر منه الزائر المتهور، وتعبر عن معنى المكر نفسه الذي كانت تعبر عنه عينا مولاهم. وكأن الحصان نفسه كان يشعر بأن ثمة مؤامرة عليه، فهو يبدو متكبرا متعجرفا وقحا، وكأنه يدرك أن عشرات العيون المستطلعة تراقبه. فهو مثله في هذا مثل الشرير الذي لا سبيل إلى إصلاح خلقه، والذي يعتز بما يقارف من أعمال إجرامية. يبدو فخورا بسمعته السيئة، متأهبا لتحدي الجريء الذي سيحاول الاعتداء على استقلاله. وظهر الشاب الجريء أخيرا يهبط الدرجات وهو يدس يديه في قفازيه مسرعا، خجلا من تأخره. ولم يرفع الشاب عينيه إلا حين أمسك عرف الحصان، ولكنه فوجئ بوثبة الحصان هائجا حانقا، وبالناس المذعورين يصيحون به محذرين. فيطيش لبه ويتراجع إلى الوراء، ويأخذ ينظر مذهولا إلى الحصان الذي كان يرتجف كورقة في مهب الريح ويسهل صهيل الغضب، مجيلا عينيه المحتقنتين دما. لقد شب الحصان منتصبا على قائمتيه الخلفيتين، كأنه يهم أن يطير في الهواء جارا حارسه. وجم الشاب واحمر وجهه ارتباكا، ونظر إلى السيدات الخائفات، ثم قال كأنه يخاطب نفسه: هذا حصان رائع جدا، واضح أن ركوبه لابد أن يهيئ للفارس متعة عظيمة، ولكنني لن أركبه. كذلك أكد لصاحب الدار وهو يبتسم ابتسامة عريضة صريحة تناسب وجهه الذكي. فأجابه صاحب الحصان مبتهجا كل الابتهاج، مصافحا يد الزائر بحرارة يمازجها عرفان، قائلا: إنني أعدك مع ذلك فارسا ممتازا، أقسم لك على ذلك، لأنك أدركت فورا طبيعة الحصان الذي أردت ركوبه. أضاف ذلك برصانة ووقار: هل تصدق أنني أنا الذي خدمت في سلاح الفرسان مدة 23 عاما قد أسقطني هذا الكسلان عن ظهره على الأرض 3 مرات، أي عدد المرات التي حاولت فيها ركوبه؟ يا عزيزي تانكريد، أضاف يخاطب الحصان، ليس بيننا فارس من مستواك هنا. قد يكون فارسك رجلا مثل إيليا مورميتس، يبقى 30 سنة في قريته كسيحا بانتظار أن تفقد جميع أسنانك. هيا أرجعوه إلى الإسطبل، كفى تخويفا للناس ما كان ينبغي إخراجه. بذلك ختم رب الدار كلامه وهو يفرك يديه ويبدو على وجهه الرضا. يجب أن نذكر هنا أن تانكريد الذي يزدرد طعامه عند صاحب الدار لم يكن عديم الفائدة له، فلئن فقد هذا الفارس الشيخ بفضله ما كان يتمتع من شهرة الفارس، لأنه دفع مبلغا ضخما ثمن هذا المهر الذي لا يصلح لشيء، والذي لعله لم يكن يرضيه فيه إلا جماله. فلقد كان سعيدا كل السعادة بأن تانكريد عرف كيف يحتفظ بشممه، وأنه يرعب فارسا جديدا من حين إلى حين، فيحرز بذلك مزيدا من أكاليل الغار. صاحت الشقراء التي كانت تحرص أشد الحرص على صحبة فارسها تقول: ألا تجيء إذن؟ أخائف أنت حقا؟ فأجاب الشاب: نعم، أصحيح ما تقول؟ اسمعي، أنت تصرين حقا على أن تدق عنقي؟ إذن خذ حصاني، لا تخش شيئا، إنه طيع جواد، لن يؤخرنا هذا كثيرا، سنتبادل السرجين في طرفة عين، سأجرب أنا تانكريد، فليس يمكن أن يكون دائما قليل الكياسة واللبقة إلى هذا الحد. وما إن قالت الشقراء ذلك حتى فعلت، فإذا هي تقفز عن حصانها: أنت لا تعرفين تانكريد إذا ظننت أنه سيأذن لك بركوبه، ثم إنني لا أسمح لك بأن تتعرضي لدق عنقك.
كذلك قال صاحب الدار باللهجة الخشنة القاطعة التي ألف اصطناعها ظناً أنه يبرهن بذلك على الطيبة التي يتصف بها محارب شهم يحب إرضاء النساء. ذلك هوىً من أهوائه الغريبة، وتلك فكرة من فكره الأثيرة معهودة فيه. قالت الشقراء وقد لمحتني: هي أنت أيها البكاء، ما دمت ترغب هذه الرغبة كلها في المجيء معنا، فهل لا حاولت أن تركب هذا الحصان؟ قالت ذلك وهي تومئ إلى تانكريد لتغيظني، وربما لتحقق آخر نصر علي. ثم أضافت تقول وهي تلقي نظرة مختلسة على السيدة ميم التي كانت عربتها قريبة كل القرب: فأنت طبعا لست مثل، أنت بطل شهير، أنت تستحي أن يستبد بك الهلع. وحين اقتربت الشقراء الجميلة منا تنوي ركوب تانكريد، كان الكره والحقد قد أغرقا قلبي، ولكنني لا أستطيع أن أصف ما شعرت حين ألقت بوجهي ذلك التحدي. إن نظرتها إلى السيدة ميم قد أطاشت صوابي، فإذا بفكرة مفاجئة تنبجس في رأسي: لقد تم هذا كله في لحظة واحدة، لحظة قصيرة، كانفجار بارود، كقطرة طفح بها الكيل. ثارت روحي ثورة قوية، وتمنيت أن أغلب جميع خصومي دفعة واحدة، أن أثأر لنفسي منهم جميعا على مرأى من الناس لأعلمهم كيف يقدرونني حق قدري. ترى هل حدثت معجزة في تلك اللحظة فعلمتني تاريخ القرون الوسطى الذي لم أكن أعرف عنه شيئا حتى ذلك الحين؟ فإذا بفكر المقلوب رأسا على عقب يعج فجأة بتهاويل الفرسان والمغامرين والأبطال والحسنوات وقرقعات السيوف وصيحات الإعجاب وتصفيق الجماهير والصرخة الوجلى وسط هذه الضجة كلها تصدر من قلب خائف أحب إلى النفس المتكبرة من ظفر مجيد. الحق أنني أجهل هل مرت هذه الصورة كلها بخيالي حقا، أم إن الأمر لا يعدو أن يكون توجسا لما يوشك أن يقع من حماقات لا مفر منها. المهم أن قلبي قد وثب من مكانه، فإذا أنا أقفز من على الدرجات وأجدني أمام تانكريد وجها لوجه، وأصيح مخاطبا الشقراء بلهجة متكبرة وقحة، وقد أعمتني الحمى وخنقني الانفعال واحترق خداي وفاضت دموعي: أتحسبين أنك تخيفينني؟ إذن سترين. أمسكت عرف الحصان قبل أن يتسع وقت أحد للقيام بأية حركة من أجل صدي عن ذلك، ووضعت قدمي في الركاب، فإذا بالحصان يرفع رأسه في هذه اللحظة نفسها ويشب منتصبا على قائمتيه، ثم يثب وثبة جبارة منتزعا نفسه من بين يدي الخادمين المبهوتين المتجمدين، وينطلق طائرا كالإعصار. ولم يستطع الضيوف إلا أن يطلقوا صرخة. الله يعلم كيف أمكنني أن أضع القدم الأخرى في الركاب الثاني بينما كان الحصان طائرا ذلك الطيران، والله يعلم أيضا كيف لم أرخي اللجام. انطلق تانكريد بي من باب السور وانعطف يمينا واندفع لا يحفل بالطريق الذي يعدو فيه، وسمعت ورائي في تلك اللحظة صياح 50 صوتا، فبعث هذا الصياح في قلب الخائف القلق من الرضا والزهو والعجب ما يجعلني لا أنسى تلك اللحظة من حياة طفولتي. لقد ازدحم سيل من الدم في رأسي فأعماني وخنق خوفي، كنت خارجا عن طوري، وأحسب أن ذلك كله كان فيه شيء من الفروسية حقا. على أن هذا كله لم يستغرق إلا لحظة قصيرة، ولولا ذلك لما أمكن إنقاذ الفارس. لقد سبق أن تعلمت ركوب الخيل، ولكن الحصان الذي كنت أركبه يوم تعلمت ركوب الخيل كان أقرب إلى الحمل منه إلى الحصان، ولو قد اتسع وقت تانكريد لقلبي عن السرج لسقطت حتما. ولكن ما حدث هو أن صخرة كبيرة على حافة الطريق
أرعبت الحصان فجأة، فاستدار على حين بغتة استدارة تبلغ من القوة أنني لا أفهم كيف لم أسقط على الأرض مهشم العظام. وأسرع تانكريد نحو باب السور وهو يهز رأسه هزا حانقا ويتواثب تواثبا جامحا كأن نمرا كان ينشب براثنه وأنيابه في ظهره. فلو قد دام الأمر لحظة واحدة لرماني على الأرض، ولكن الفرسان كانوا قد هبوا إلى نجدتي، فبعضهم سد طريق الحقل وجاء آخران فاقتربا مني اقترابا بلغ من الالتساق أنهما أوشكا أن يسحقا قدمي وهما يضغطان الحصان بين جنبي حصانيهما، واستطاعا أن يستوليا على الزمام. أنزلت عن السرج أصفر اللون مشعث الوجه مرتجفا كقشة تماما مثل تانكريد الذي تجمد وهبط بكل جسمه إلى الوراء حتى لكأن حافريه قد غاصا في الأرض، وكان زفير من نار يخرج من منخريه. إنه مضطرب أشد الاضطراب، لا ينفك عن الارتجاف والارتعاش، كأنما صعقته هذه الإهانة وهذه المسبة اللتين ألحقهما به صبي ولم يستطع أن يعاقبه عليهما. ومن حولنا كانت تترجع صيحات دهشة وقلق وتعجب. وفي هذه اللحظة بينما كنت أجيل بصري في من حولي، التقت نظرتي بنظرة السيدة ميم القلقة الشاحبة، فخفضت عيني وقد احمر وجهي احمرارا شديدا كأنما اجتاحني لهيب قوي، فخجلت واضطربت من عاطفة نفسها. ولكن الناس كانوا قد لاحظوا هذه النظرة كأنما قد أدركوها، كانوا قد تلقفوها، كانوا قد سرقوها. فالتفتت جميع الأعين نحو السيدة ميم التي أخذت على حين غرة، فاحمر وجهها هي الأخرى وهزها انفعال قوي بريء على غير إرادة منها، فكانت تحاول أن تخفي احمرار وجهها ببسمة في شفتيها. وطبيعي أن من يرى هذا المنظر كله من الخارج لابد أن يضحك، غير أن نزوة ساذجة غير متوقعة قد أنقذتني من ضحك الناس كفة، إذ أسبغت على هذه المغامرة كلها لونا خاصا، فإن تلك المرأة التي كانت أصل هذه البلبلة، أعني خصم اللدود حسناء الطاغية، قد أسرعت إلي تعانقني وتقبلني. إنها لم تصدق عينيها حين تجرأت فقبلت تحديها، ورددت على استفزازها لحظة ألقت نظرة على صديقتها. وحين طار بي تانكريد كانت أشبه بالميتة خوفا وندامة، وقد انتهى الآن كل شيء، وأدركت هي أيضا نظرة المحدقة إلى السيدة ميم، ولاحظت اضطرابي، ووجد رأسها الرومانسي علة خفية لموقفي فهزتها حركة الفروسية. إنها الآن فخورة بي، تشدني إلى صدرها منفعلة فرحة، وها هي ذي ترفع نحو الذين يحيطون بها وجها صغيرا ساذجا متوحشا ترتعش فيه دمعتان صغيرتان كلب اللور، وتقول بصوت رصين لا عهد لأحد به فيها من قبل، وهي تشير إلي غير منتبهة إلى إعجاب الذين كانوا يتأملونها مفتونين مسحورين. لا تضحكوا أيها السادة، فالأمر جد ليس فيه ما يضحك. هذه الاندفاعة السريعة وهذه الهيئة الجادة البريئة وهذه الدموع في العينين الضاحكتين عادة، هذا كله بلغ من قوة التأثير أن الناس أصبحوا من نظراتها وأقوالها الحارة وحركاتها الجميلة كمن مستهم كهرباء، فهم الآن يحتضنونها بأبصارهم حريصين على أن لا يفوتهم شيء من تفاصيل هذا المشهد الملهم. حتى صاحب الدار اعترف فيما بعد وهو يحمر احمرارا شديدا أنه كاد يقع في غرام هذه الحسناء حينذاك، وطبيعي أنني رقيت بعد ذلك الحادث إلى رتبة فارس وبطل. دولورج توجنبرغ. كذلك ارتفع صياح الإعجاب من حولي وكانوا يصفقون، وأضاف رب الدار يقول: أرأيتم إلى هذا الجيل الجديد؟ وصاحت الشقراء: سيجيء معنا،
لابد أن يجيء معنا، يجب أن نجد له مكانا، سيجلس إلى جانبي. ولكنها لم تلبث أن تداركت تقول ضحكة وقد تذكرت اصطدامنا الأول. لا لا، هذه غلطة. ولكنها كانت وهي تضحك تلاعب يدي في رقة وحنان من قبيل الملاطفة. وصاح الآخرون يقولون: طبعا طبعا، يجب أن يجيء معنا، لقد استحق مكانه. وسرعان ما دبر كل شيء، فإن العانسة التي عرفتني بالشقراء الجميلة وافقت على تلبية طلب الجميع، ولا سيما الشبان، أن تبقى في البيت لتخلي لي مكانها. وافقت على ذلك آسفة متحسرة، وهي تبتسم إخفاء لما قام في نفسها من غيظ مكظوم. وقالت لها صديقتي الجديدة، أعني عدوتي القديمة، قالت لها صائحة وهي تعدو على صهوة جوادها الشرس وتضحك كطفل: إنها تحسدها، إنها تغبطها على بقائها في المنزل، وأنها كان يسرها أن تبقى في المنزل لأن المطر سينهمر حتما فيبللنا جميعا. وقد تحققت نبوءتها، حتى لقد أخذ المطر يهطل مدرارا، فأخفقت نزهتنا واضطررنا أن نلبث بضع ساعات في أكواخ الفلاحين، ثم عدنا إلى المنزل في مساء رطب، وكان بي شيء من الحمى، وقد أدهش السيدة ميم أثناء عودتنا أن رأتني لا أرتدي إلا صدير بسيطة، وأن رأت عنقي عاريا، ذلك أن وقتي لم يتسع حين الرحيل للإتيان بمعطفي. وها هي ذي ترفع ياقة قميصي إلى فوق وتربط طرفيها بدبوس، ثم تنضو وشاحها الحريري الأرجواني الصغير فتلف به عنقي لتحميني من الزكام. فعل ذلك بسرعة عظيمة، حتى إن وقتي لم يتسع لأن أشكر لها صنيعها. فلما وصلنا إلى البيت والتقيت بها في الصالون الصغير بصحبة صديقتها الشقراء والشاب الشاحب الذي أصبح معروفا بأنه فارس بارع ما دام قد رفض ركوب تانكريد، مضيت أشكرها وأرد إليها وشاحها، وكنت بعد كل هذه الحوادث التي وقعت أشعر بضيق وأتمنى أن أصعد إلى غرفتي لأتأمل على مهل ولأرى المشاعر التي كانت تزدحم في نفسي بشيء من الوضوح. وقد احمر وجهي على عادتي حين مددت إليها الوشاح. قال الشاب وهو يضحك: أحلف أنه كان يتمنى أن يحتفظ بالوشاح، إن المرأة لا يقرأ في عينيه أنه آسف لفراقه. تماما، كذلك أضافت الشقراء، وقد ظهرت في وجهها حسرة واضحة، وأخذت تهز رأسها، ولكنها لم تلبث أن سكنت حين نظرت إليها السيدة ميم نظرة رصينة، لأنها لم تحب استمرار صاحبتها في الهزل. وابتعدت مسرعا، وأدركتني المرأة الشابة الشقراء في الغرفة المجاورة، فتناولت يدي بمودة ومحبة، فقالت لي: كان في وسعك أن تحتفظ بالوشاح إذا شئت، كان يكفي أن تقول إنك أضعته فينتهي الأمر، إنك لم تحسن التصرف يا سخيف. ولطبتني بإصبعها على ذقني لطمة خفيفة وضحكت بينما احمر وجهي احمرارا شديدا. قالت: ألست صديقتك الآن؟ لقد انتهى الصراع بيننا، اتفقنا؟ فضحكت وضغطت أصابعها الصغيرة دون أن أجيب. ما بك؟ لماذا أنت شاحب؟ إنك ترتعد، فهل بك حمى؟ نعم، إنني أحس بأنني مريض قليلا. مسكين أيها الصغير، هذه ثمرة المشاعر العنيفة. هيا ارقد في فراشك دون أن تنتظر العشاء، وغدا يصلح كل شيء، تعال. قال ذلك وقادتني إلى غرفتي وأحاطتني بما لا حصر له من أنواع الرعاية والعناية، ثم تركتني لأخلع ثيابي وهرعت تجيئني بقليل من الشاي، فلما رقدت حملت إلي غطاء دافئا. تأثرت كثيرا ودهشت كثيرا من رعايتها هذه، لعل هذا كان من نتائج ذلك النهار. ولكنني حين افترقنا عانقتها عناقا شديدا، كما يعانق المرء أحب أصدقائه إليه وأقربهم مودة عنده. وقد كدت أبكي وأنا أشد نفسي إليها من فرط ازدحام المشاعر الأخيرة في قلبي المضنى،
فلما لاحظت صديقتي الجديدة انفعالي انفعلت هي أيضا وهمست تقول وهي تنظر إلي نظرة رقيقة عذبة: أنت صبي طيب جدا، لا تغضب مني بعد الآن أرجوك، اتفقنا؟ والخلاصة أننا أصبحنا منذ ذلك الحين صديقين يحمل كل واحد منا لصاحبه أرق العاطفة. استيقظت في ساعة مبكرة، ولكن الغرفة كانت منذ تلك الساعة المبكرة غارقة في شمس ساطعة، وقد نلت نصيبي من الراحة واستردت قوتي وبأسي كأن حمى الأمس لم تكن، وشعرت بفرح لا يوصف، ووثبت من السرير. وحين تذكرت حوادث الليلة البارحة تراءى لي أنني مستعد لأن أهب كل شيء في العالم في سبيل أن أعانق أو أن أقبل في هذه اللحظة صديقتي الجديدة الشقراء الحسناء كما فعلت بالأمس. ولكن جميع من في المنزل كانوا لا يزالون نياما، فارتديت ملابسي بسرعة ونزلت إلى الحديقة ومضيت من هناك إلى الغابة الصغيرة متسللا عبر المواضع التي كانت فيها الخضرة أكثف ما تكون، وكان فيها عبق الأشجار أحفل بشذا الصنوبر، وكانت فيها أشعة الشمس تتلاعب مرحة فرحة سعيدة باختراق ظلال الأوراق هنا وهناك. لقد كان صباحا جميلا. تسللت هكذا خلال الأشجار شيئا بعد شيء حتى لقد وصلت أخيرا إلى الطرف الآخر من الغابة. إن نهر موسكوفا يجري على مسافة ما يقرب من 100 متر عند أسفل الجبل، ورأيت الحصادين يقطعون الهشيمة على الضفة المقابلة، فتلبثت أنظر إلى صفوف المناجل الحادة التي تتلألأ ساطعة عند كل حركة من حركات الحصادين، ثم تختفي كأنها حيات من نار تتوارى بين الأعشاب. لا أدري كم قضيت من الوقت في تأمل هذا المشهد حين ثبت إلى رشدي على حين فجأة، إذ أبصرت في الغابة الصغيرة الواقعة على مسافة 20 خطوة عند الفسحة الممتدة بين الطريق الكبير والقصر حصانا يضرب الأرض بحوافره واقفا في مكان نافد الصبر. ترى هل سمعت وصول الفارس أم إن الضجة دغدغت أذني زمنا طويلا دون أن تستطيع انتزاعي من استرسالي في الأحلام؟ لا أدري، ولكنني أعرف أنني شعرت عندئذ بحيرة واضطراب، فدخلت الغابة الصغيرة وسمعت أصوات صغيرة خافتة، حتى إذا أزحت في رفق أغصان أواخر الشجيرات التي تحف بالفسحة رأيتني أثب متراجعا إلى الوراء مصعوقا من الدهشة. لقد رأيت ثوبا أبيض أعرفه، وسمعت صوتا عذبا ترجع في قلبي كألحان الموسيقى. إنها السيدة ميم. كانت واقفة قرب فارس يكلمها بسرعة من على صهوة جواده، وما كان أشد دهشتي حين عرفت في الفارس السيد نون الذي تركناه في صباح الأمس على حين غرة، والذي تحدث عنه السيد ميم. لقد قالوا إنه سافر إلى مكان بعيد جدا، فلا غرابة إذا دهشت أشد الدهشة حين رأيته بيننا في مثل هذه الساعة المبكرة من الصباح منفردا بالسيدة ميم. كانت شديدة الاضطراب قوية الانفعال كما لم أرها على هذه الحال من قبل، وكانت تلتمع على خديها دموع، وكان الشاب ممسكا يدها يقبلها مائلا عليها. لقد وصلت في لحظة الوداع، كان يبدو عليها التعجل، وأخيرا مد الرجل إلى المرأة الشابة ظرفا مختوما سله من جيبه، ثم حضنها بذراعه وقبلها قبلة طويلة دون أن ينزل إلى الأرض. وبعد لحظة لكز حصانه لكزة مفاجئة، فطار الحصان كالسهم. ظلت السيدة ميم تشيعه بنظرها إلى أن غاب، ثم اتجهت نحو المنزل مطرقة شاردة اللب حزينة، وثابت إلى رشدها بعد 4 خطوات، فأسرعت تزيح الأدغال وسارت في طريق الغابة. تبعتها مضطربا أشد الاضطراب مسعوقا مما رأيت. كان قلبي
يخفق خفقانا، وكنت مجدوها مذهولا، وكنت على وجه الخصوص حزينا حزنا رهيبا، ما زلت أتذكر ذلك. إن ثوبها الأبيض يظهر لي من حين إلى حين خلال الخضرة، وكنت أمشي مسلوب الإرادة دون أن أحول بصري رغم خوفي أن تكتشف وجودي. ووصلت أخيرا إلى الممر الذي يفضي إلى الحديقة، وبعد لحظة سرت أنا في هذا الطريق أيضا، فما كان أشد دهشتي حين لمحت على الرمل الأحمر الظرف المختوم فعرفته فورا. التقطت الظرف، إنه لا يحمل أي كتابة، وهو ثقيل الوزن، يبدو أنه يضم عدة أوراق من أوراق الرسائل. ماذا يعني هذا الظرف؟ لا شك أنه يضم تعليل السر، لعله كان يقص ما كان السيد نون لا يستطيع أن يأمل الإفصاح عنه أثناء لقائهما القصير. إن السيد نون لم ينزل عن صهوة حصانه، فهل تراه كان مستعجلا؟ أم تراه كان يخشى أن يفتضح أمره في ساعة الوداع؟ الله وحده يعلم ذلك. وقفت ورميت الرسالة على الأرض ظاهرة للأبصار عسى أن تلاحظ السيدة ميم فقدانها، فتعود أدراجها باحثة عنها فتجدها. ولكنني بعد أن انتظرت بضع دقائق دون طائل، عدت فتناولت الرسالة فوضعتها في جيبي، واستأنفت متابعة المرأة الشابة، وأدركتها في الحديقة عند الطريق الذي يحف به صفان من الأشجار. كانت تمشي بخطى سريعة شاردة اللب خافضة العينين، وكنت لا أعرف ماذا يجب علي أن أفعل. أقترب منها وأمد إليها الرسالة؟ لو فعلت ذلك لكان برهانا على أنني أعلم كل شيء، ولفضحت نفسي منذ أول كلمة. وكيف يمكن أن أنظر إليها عندئذ، وكيف يمكن أن تنظر إلي؟ لبثت أنتظر عسى أن تثوب إلى وعيها فتأخذ تبحث عن الرسالة الضائعة فتعود أدراجها. إن في وسعي إذا حدث ذلك أن أسقط الرسالة في الطريق دون أن تلاحظ هي ذلك، ولكن لا، فها نحن نقترب من المنزل إلى حيث ترى مقبلة. وكان سكان الدار قد استيقظوا مبكرين في ذلك اليوم كأنما على قصد، لأنهم بعد إخفاق رحلة الأمس ينوون القيام بنزهة جديدة، وذلك ما كنت أجهله. إن الجميع يتهيئون للرحيل ويتناولون طعام الإفطار على الشرفة، فمن أجل ألا يراني أحد مع السيدة ميم تأخرت 10 دقائق، وقمت بجولة في الحديقة، فوصلت المنزل بعدها بمدة طويلة، فرأيتها قلقة شاحبة الوجه تذهب وتجيء على الشرفة مصالبة ذراعيها على صدرها، محاولة جهدها أن تتغلب على خوفها الذي كان يلوح مع ذلك في عينيها ومشيتها وجميع حركاتها. نزلت الدرجات عدة مرات متقدمة في اتجاه الحديقة عدة خطوات، باحثة بنظرة طائشة عن شيء على رمل الممرات وعلى الشرفة. لم يخامرني أي شك، لقد لاحظت ضياع الرسالة فظنت أنها سقطت منها في مكان قرب المنزل. نعم، لا ريب أن الأمر كذلك، لا ريب أنها واثقة من ذلك، وقد لاحظوا شحوبها وقلقها فكانوا يسألونها عن صمتها، وكانت مضطرة أن تمازح وأن تضحك وأن تتظاهر بالمرح. ثم هي تلقي من حين إلى حين نظرة على زوجها الذي كان يتحدث عند آخر الشرفة مع سيدتين، فتنتابها رعدة ويجتاحها اضطراب تماما كما حدث لها مساء وصوله. وقفت بعيدا عن الآخرين واضعا يدي في جيبي ممسكا بالظرف ضارعا إلى القدر أن يلفت انتباه السيدة ميم إلي، عسى أن أشجعها، أن أهدئ روعها، أن أومئ إليها بنظرة مختلسة. ولكن حين نظرت إلي مصادفة ارتعشت وخفضت بصري. لم يخطئ ظني في أنها معذبة، وما زلت أجهل سرها إلا ما رأيته بنفسي وقصصته على القارئ. لعل روايتها تختلف عما قد يفترضه المرء لأول وهلة، لعل تلك القبلة كانت قبلة وداع، لعلها كانت المكافأة الأخيرة الضعيفة على تضحية ارتضاها المضحي
في سبيل طمأنينتها وفي سبيل شرفها. لقد سافر نون وتركها ربما إلى الأبد، وهذه الرسالة التي أمسكها بيدي، من ذا الذي يعلم ماذا تتضمن؟ كيف يمكن الحكم في الأمر؟ ومن يحق له أن يدين؟ لا شك مع ذلك أن اكتشاف السر على حين فجأة يمكن أن يكون كارثة تنزل بها وصاعقة تصيب حياتها. ما زلت أرى وجهها في تلك اللحظة، يستحيل أن يتألم المرء ألما أقسى من هذا الألم. أي عذاب يمكن أن يساوي عذابها وهي تتوقع ما تتوقع؟ أي عذاب يساوي عذابها وهي تحس وتعلم علم اليقين وتنتظر انتظار المرء تنفيذ حكم الإعدام فيه؟ لأن تلك الرسالة ستلتقط وستفض ما دام الظرف خلوا من أي كتابة. إنها الآن تتصور نفسها بين القضاة الذين سيحكمون عليها. بعد قليل ستصبح وجوههم الضاحكة الملطفة مهددة متوعدة لا ترحم. إن في وسعها أن تقرأ على هذه الوجوه السخرية القاسية والاحتقار البارد، ثم تقضي ليلة لا آخر لها ولا رجاء فيها. صحيح أنني كنت في ذلك الأوان لا أفهم هذه الأشياء كما أفهمها اليوم، ولم أكن أستطيع إلا أن أخمن وأن أوجس وأن أقلق، ولكن أيا كان سر هذه المرأة فإن اللحظات الأليمة التي شهدتها والتي لن أنساها ما حييت تكفر عن أشياء كثيرة إذا كان ثمة ذنب يجب التكفير عنه حقا. وها هي ذي إشارة الرحيل تدوي فرحة، الضيوف يذهبون ويجيئون ويتحركون مثرثرين ضاحكين، وبعد قليل ستفرغ الشرفة وأعلنت السيدة ميم أنها مريضة ورفضت الذهاب مع الذاهبين. الحمد لله على أنهم كانوا جميعا مستعجلين الرحيل، فلم يتسع وقت أحد منهم لمضايقتها بإلقاء الأسئلة وإزداء النصائح. قال لها زوجها بضع كلمات فأجابته مؤكدة أنه لا داعي إلى القلق، وأن صحتها لن تلبث أن تتحسن، وأنها ستنزل إلى الحديقة معي. ونظرت إلي، هذه فرصة. احمر وجهي فرحا وسرنا معا، وأخذت أسير في نفس الطرق ونفس الممرات التي سارت فيها عند عودتها إلى المنزل في الصباح، وكانت تحاول أن تتذكر خط المسير الذي اتبعته، وكانت تنظر إلى أمام محدقة لا تحول بصرها عن الأرض ولا تخاطبني بكلمة، حتى لكأنها نسيت وجودي. فلما بلغنا الموضع الذي التقطت فيه الظرف والذي ينتهي عنده الطريق، توقفت وقالت لي بصوت واهن شاحب إنها تشعر بإعياء وإنها ستقفل راجعة إلى المنزل، ولكنها ما إن وصلت إلى باب السور حتى توقفت جامدة تتأمل، وطافت على شفتيها ابتسامة حزينة، ثم عادت أدراجها مهدودة القوة، عازمة مذعنة ناسية أن تنبئني بما عقدت النية عليه. فلم أعرف ماذا أعمل وقد مزق القلق قلبي تمزيقا. ومضينا، بل قل إنني قدتها إلى المكان الذي سمعت فيه وقع حوافر الحصان وما دار بينهما من حديث. وكان يوجد على مقربة من شجرة ضخمة من أشجار الدردار مقعد مقدود في صخرة كبيرة يلتف عليها اللبلاب وينبت حولها ياسمين الحقول وزهرة النسرين. كانت هذه الغابة تكثر فيها الجسور الصغيرة والعرائش والمغاور وما إلى ذلك من مفاجآت. جلست السيدة ميم وألقت نظرة ذاهلة على المنظر الرائع الذي يمتد أمامنا، فتحت كتابها وظلت جامدة لا تقلب الصفحات ولا تقرأ حتى لا تشبه أن تكون فاقدة وعيها. بلغت الساعة 9:30، وفوق رأسينا في سماء عميقة زرقاء كانت تسطع شمس رائعة كأنها منصهرة في لهيبها نفسه، والحصادون قد ابتعدوا فلا تكاد تراهم الأبصار، وأخاديد لا نهاية لها من الهشيم المقطوع تتبعهم، وأبخرة عطرة تصل إلينا يحملها نسيم خفيف، ومن حولنا تترجع تلك الموسيقى التي لا تنقطع،
موسيقى أولئك الذين لا يزرعون ولا يحصدون، وإنما هم طلقاء كالهواء الذي تشقه أجنحتهم الفرحة. إن كل زهرة وكل عشبة كانت بعطائها أشذائها جميعا تعلن غبطتها وهناءتها لرب السماء. ونظرت إلى المرأة المسكينة التي كانت وحدها كالميتة وسط هذه الحياة الطافحة الفياضة. إن دمعتين كبيرتين نابعتين من قلب حزين تتلألأان على أهدابها، وكان في وسعي أن أنعش وأن أسعد هذا القلب المسكين القلق الخائف، ولكنني لا أدري كيف أقوم بالخطوة الأولى. كنت أتألم وأحترق رغبة في مخاطبتها ومواجهتها، فكان خداي يشتعلان كلما هممت بذلك. وفجأة أشرقت في ذهني فكرة، لقد وجدت حيلة، فانتعشت نفسي. قلت لها فجأة بلهجة تبلغ من الفرح أن السيدة ميم رفعت رأسها نحوي وحدقت في: سأقطف لك باقة من أزهار، هل تريدين؟ إذا شئت. كذلك أجابت بصوت واهن مع ابتسامة ضعيفة، ثم أكبت على كتابها من جديد. صحت وأنا أنطلق في البرية فرحا. ذلك أنه سيقطعون العشب هنا فلن تبقى بعد ذلك أزهار. وشرعت أعمل فرحا، فما هي إلا برهة حتى كانت الباقة المتواضعة مهيئة. لو فعلت ذلك في المنزل لكان فعلي في غير محله، ولكن ما أشد فرحي حين كنت أقطف الأزهار، كنت أنتزع زهرة النسرين والياسمين البري وأنا في مكاني، وغير بعيد مني كان ثمة حقل قمح ناضج، كنت أعرف ذلك، فهرعت أقطف منه أزهارا أخرى أضم إليها سنابل طويلة ثقيلة مذهبة، وعلى مقربة من حقل القمح عثرت على نوع آخر من الأزهار، فكانت باقتي تضخم، ووقعت بعد ذلك على قرنفلات من قرنفل الحقول، وجنيت كذلك عددا من أزهار صفراء على حافة النهر. وحين قفلت راجعا آخر الأمر فدخلت الغابة الصغيرة، تناولت منها أوراقا عريضة ساطعة الخضرة ألف بها الأزهار، وهنالك عثرت مصادفة على كشة كبيرة من أزهار البنفسج الصغير، وعلى مقربة من ذلك واتاني الحظ، فاهتديت إلى بنفسجات مدفونة في العشب فضحها شذاها الفواح، وكانت مغطاة بالندى. ربطت الباقة بعشب مفتول وأخفيت في داخلها الرسالة وغطيتها بالأزهار حتى لا ترى، وأحسست في طريق عودتي إلى السيدة ميم أن الرسالة لا تزال ظاهرة، فدفعتها إلى داخل الباقة حتى أصبح لا يرى في الباقة شيء. ومضيت إلى السيدة ميم فقدمت إليها الباقة، كان وجهي ملتهبا كالنار، ووددت لو أدفنه في يدي وأهرب، لكنها وقد نسيت أنني مضيت لآتيها بأزهار، مدت يدها بغير شعور دون أن تنظر إلى الأزهار، ووضعتها على المقعد خافضة عينيها وكأنها في غيبوبة. كاد هذا الإخفاق أن يبكيني، آمل على الأقل ألا تنسى الأزهار. كذلك قلت لنفسي وأنا أتمدد على العشب مسندا رأسي إلى ذراعي اليمنى متظاهرا بالوسن، ولكنني كنت أنظر إليها خلسة وأنتظر. انقضت 10 دقائق فكنت أرى السيدة ميم تزداد شحوبا لحظة بعد لحظة، وفجأة وقع حادث مبارك. إنها نحلة ذهبية كبيرة قادتها إلينا الريح من حسن حظي، فبعد أن دندنت فوق رأسي طارت نحو السيدة ميم، فهشت السيدة ميم عليها بيدها، ولكن النحلة ظلت تتحرش بها، فما كان من السيدة ميم في آخر الأمر إلا أن تناولت باقتي وهزتها أمامها، فإذا بالرسالة تنزلق في هذه اللحظة من بين الأزهار فتسقط على الكتاب المفتوح. انتفضت خائفا، ولبثت السيدة ميم صماء من الدهشة برهة من الزمن تنظر تارة إلى الرسالة وتارة إلى الأزهار التي في يدها وهي لا تصدق عينيها. وفجأة احمر وجهها ونظرت إلي، لكنني حين لمحت نظرتها أغمضت عيني كما لو كنت نائما. ما كان في وسعي أن أنظر إليها وجها لوجه
في تلك اللحظة بحال من الأحوال. كان قلبي يخفق خفقان قطات بين يدي صبي من صبيان القرية أشعث الشعر. لا أدري كم لبثت على هذه الحال قبل أن أجرؤ على فتح عيني، فلما فتحتهما أخيرا رأيت السيدة ميم تقرأ الرسالة محترقة الخدين، ملتمعة العينين، هادئة الوجه، ترتعش كل قسمات من قسماتها فرحا. فقدرت أن الرسالة تحمل إلى قلبها السعادة. لقد تبدد ألمها كالدخان، واعتراني أنا إحساس مؤلم عذب قبض صدري. كان يشق على نفسي أن أخفي عواطفي. لن أنسى في حياتي تلك اللحظة، ودوت أصوات تنادي من قريب على حين فجأة: السيدة ميم، ناتاليا، ناتاليا! فأسرعت السيدة ميم تنهض دون أن تجيب، واقتربت مني ومالت علي. أحسست نظرتها وارتعشت أهدابي، ولكنني سيطرت على نفسي فلم أفتح عيني، وحاولت أن أتنفس بمزيد من الهدوء بينما كان قلبي يخفق خفقانا شديدا، ولمست خدي زفرة محرقة. لقد مالت علي السيدة ميم مزيدا من الميل كأنما لتمتحنني، وعلى إحدى يدي، على يدي التي كانت ممدودة فوق صدري، تساقطت قبلات ودموع. ناتاليا، ناتاليا، أين أنت؟ كذلك ارتفع الصياح قربنا. حالا، كذلك قالت السيدة ميم بصوتها الفضي الذي كان يرتعش بسبب دموعها، والذي كان يبلغ من الخفوت أن أحدا غيري لم يسمعه. وفضحني قلبي أخيرا، فأغرق الدم وجهي، وفي تلك اللحظة نفسها أحرقت شفتي قبلة حارة عنيفة، فأطلقت صرخة ضعيفة وفتحت عيني. كان هناك شيء يمنعني من الرؤية، هو الوشاح الأرجواني الصغير مفروشا على وجهي كأنما ليحميني من الشمس. وما هي إلا لحظة حتى كانت السيدة ميم قد غابت، فلا أسمع إلا وقع خطواتها وهي تبتعد. كنت وحيدا، أمسكت بالوشاح وأغرقته قبلا، وقد اضطرم في نفسي فرح شديد. كنت كالمجنون، إنني أتنفس بصعوبة مستندا بيدي إلى العشب، ورحت أنظر بعين ذاهلة محدقا في الرواب التي تبرقشها الحقول أمامي، وفي النهر المتلوي الذي يشق طريقه من بعيد يغمره الضياء بين الذرى والقرى، وفي الغابات الزرق التي لا تكاد تراها العين، والتي تشبه أن تكون دخانا عند حافة السماء المتوهجة. وشيئا فشيئا هدأ هذا الصمت العذب الذي توحي به طمأنينة المنظر الرائع، هدأ اضطرابي وسكن روعي. أصبحت أتنفس بسهولة، ولكن نفسي كلها كانت تفيض أسا شجيا ممتعا في آن واحد. كانت نفسي تهتز بشعور واضح ونبوءة بينة، وترتعش في انتظار خائف فرح معا، وتنبض نبض جريح، وانبجست من عيني دموع تفيض عذوبة، ودفنت وجهي في يدي، واستسلمت بلا مقاومة لأول اكتشاف من إلهام قلبي، واستسلمت للتنبؤ الغامض بطبيعتي، استسلمت لذلك كله وأنا أرتعش ارتعاش قشة في مهب الريح. لقد انتهت طفولتي الأولى في تلك اللحظة. وحين رجعت إلى البيت بعد ساعتين لم أجد فيه السيدة ميم، لقد سافرت إلى موسكو مع زوجها على إثر حادث غير متوقع، ثم لم أرها بعد ذلك أبداً.